علي عبد الله صالح ومن ورائه تنظيم القاعدة والإرهاب في عين الإجراءات الأمنية الحكومية اليمنية. فالتفجير الذي استهدف مقر إقامة الحكومة المؤقت في عدن شكل نقطة تحول في سياق رفع الغطاء عن صالح والحوثيين وعلاقتهم بالتنظيم المتطرف. استراتيجية الحكومة اليمنية لتأمين المحافظة الجنوبية والمناطق المحررة من يد المتمردين تسير اليوم وفق معيارين: الأول أمني، وقضى بتشكيل لواء القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب، والثاني إنمائي سياسي عبر تأمين متطلبات الحياة الطبيعية في عدن وإعادة تجهيز البنية التحتية للمدينة. في خطوة متقدمة أصدر الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي مرسوما رئاسيا بتشكيل لواء القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب. المرسوم قضى بتعيين العميد عادل علي هادي قائدا للواء. ابن محافظة شبوة تولى رئاسة عمليات القوات الخاصة للرئاسة اليمنية إلى حين تكليفه بمهمة مكافحة الإرهاب في عدن. تشكيل هذا اللواء يعني رسمياً التخلي عن شرطة مكافحة الإرهاب وقوات الأمن الخاصة التي توالي صالح وكانت تمولها الولايات المتحدة لمحاربة القاعدة وتقاتل حالياً إلى جانب الحوثيين. ويهدف اللواء إلى الحد من نشاط التنظيمات الإرهابية التي استغلت فترة الحرب لتجميع قواها والتخطيط لضربات تهز الأمن. إعلان هادي جاء بالتزامن مع تأكيد نائبه خالد بحاح أن الملف الأمني وتشكيل قوة لحماية عدن أولوية في المرحلة الراهنة. التحدي اللي كان سابقا تجاوزناه، ولكن تظل هناك كثير من الملفات لا زالت مفتوحة، وأنا متأكد أن الملف الأمني متشوقين له كثيرا، ولذلك وضعت الساعد الأمني العميد محمد مساعد على يميني على اعتبار أنه الأخوة في المنطقة الرابعة، مهمتكم مشكور عليها، ولكن المهمة القادمة هي مهمة أمنية، لأن المهمة الأمنية هي سوف تطبع الحياة بشكل أفضل. لا يوفر المتمردون فرصة للتسلل عبرها بهدف ضرب الاستقرار في أي منطقة يمنية تستعيدها الشرعية منهم، لكن الشرعية اليمنية على لسان رئيس الحكومة تؤكد أن أي من الهجمات الإرهابية لن يثني الحكومة عن مواصلة عملها. فمراهنات صالح والحوثيين بمصير البلاد تسير وفق خطط متهورة تجعل من توجيه ضربة عسكرية وسياسية قاسمة لهم أمراً ملحاً.